اهلا بحضراتكم من جديد. في العادي بنرحب البطل الاول، ولكن في حضره الاب يبقى لازم نرحب بالاب الاول. برحب بالاستاذ محمود عسل والد النجم مصطفى عسل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازي صح فندم؟ ازي حضرتك؟ منور قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا. سعيد جدا بتواجدي معاكم طبعا النهارده، وربنا يقدرنا ونسعد جماهير الاهلي باذن الله. اكيد ان شاء الله. طبعا بنرحب بنجم الاسكواش، بطل العالم للناشئين وثالث بطوله مصر المفتوحه، النجم او اللاعب الصاعد بقوه الصاروخ مصطفى عسل. اهلا بيك يا مصطفى. برحب بحضرتك جدا. انا هيثم منورنا. مبسوط جدا ان انا احضرك النهارده والله. تاني كان يمكن بينا لقاء قبل كده من سنتين ثلاثه، كنت لسه صغير. لسه. بس انت ما شاء الله ربنا يكرمك، والف مليون مبروك على الانجازات. الله يبارك فيك وربنا يوفقك. شكرا على الدعم الكبير ده. مبسوط جدا بحضرتك النهارده. اروح لك بقى استاذ محمود، يمكن تجربه فريده شويه حضرتك. أيوه. يعني باللغه العاميه كذا شقيان على اولادك بصراحه في الرياضه. تمام. قول لي يعني ايه اللي خلاك توجه مصطفى ومروان طبعا اخوه للسكواش، وعملت معاهم ايه؟ هو حضرتك الاول، احنا انا كنت بلعب كوره في نادي الصيد، و دايما مصطفى ومروان شايفيني في الحته بتاعه الكوره يعني. فكان كل التوجه انه يبقى في الكوره. كان كابتن شوقي عبد الشافي هو اللي كان متولي الفريق وكده، ومصطفى لما كان عنده 4 5 سنين كابتن شوقي برده تولاه في الكوره، فكنا اتجاهاتنا للكوره خالص. فجي في وقت من الاوقات كابتن شوقي مشي، هو اتضايق ان كابتن شوقي ازاي يمشي. فجيب اللي بعد كده المدرب اللي موجود ما كانش بيلعب في الفريق، كان ازاي ما بلعبش؟ قلت له طيب استغلينا الفرصه دي. عمه كان بطل جمهوريه وكان ماسك اكاديميه الاسكواش في نادي الجزيره، وطبعا ابتدى في نادي الجزيره هو الحمد لله يعني. خد لي طب تعالى نشوفه كده وبتاع. فابتدينا على سن 8 ونص 9 يروح يشوف اللعب. كل ما اسال عليه الاقيه هرب مع الاتوبيس بتاع الكوره وياخد بعضه ويطلع على الكوره وما يجيش للسكواش. بعدين يا مصطفى انت هتركز هنا ولا تركز هنا؟ لحد بقى ما هو سبحان الله زهق كده المدرب ما لعبوش الكوره، قال لا خلاص انا هلعب سكواش، انا عايز اروح العب سكواش. فحطينا النقط يعني من هنا ابتدينا هو يركز. وهو ابتدى يركز متاخر يمكن من 9 ونص. كنا داخلين على 10 سنين. كان كبر على السكواش ما شاء الله. فلكن سبحان الله حتى هو كان يعني كل بطولاته تحت 11 سنه بياخد يعني. هم الجيم من المفروض 3 اشواط اللي ياخدهم الاول بس اوف 5 يعني. كان يغلب 11 لاف 11 لاف 11 لاف. طب دول طب ايه المتعه يعني؟ سالت عمه حتى يعني قلت له انا زهقت يعني. هو يعني انا زهقت لك. انا زهقت يعني. هو عنده 10 سنين دلوقتي يا ابراهيم، وهل نكمل ولا هنعمل ايه؟ الوضع كده. طب هو الولد حتى نفسيا مش مبسوط وانا مش مبسوط وما بيكسبش خالص. حضرتك ده كلامك ده دفع للناشئين مهما كان نتائج. دي حقيقه كانت حاصله يعني. يعني ممكن بالعزيمه يرجع. بقول للناس كده عشان يعني الناس ما بتصدقش والله. بقول لهم يا جماعه ما كنا احنا عند 10 سنين قلت له يتسحب، لان هو انا شايفه مش هيكمل. فاقول له اقول لعمه يعني انا احنا يعني كده خلاص كده. يقول لي لا بيضرب. بقول له بس اضرب الكوره بس خلاص، مش حاجه انه بيضرب الكوره بس، بيرجعها الاركان ورا حلو قوي بس ما بنكسبش ولا مش حاجه. مش بنجحها كويس قوي. قلت له انا ده اللي انا عايزه. طب نعمل ايه؟ نستنى 6 اشهر كمان وهقول لك. ففعلا بقى مع دخلت 11 سنه لما تصعد تحت 13 على 12 سنه مصطفى ابتدى في ستيب تاني في شغل تاني، ابتدى عايز يعني. بس طبعا نادي الجزيره كان دايما طموحاته مختلفه تماما عن النادي الاهلي. فالحقيقه كان كابتن ناصر زهران وكابتن عباس قعود والله يرحمه، كان في مهندس اسماعيل فاروق كان اب الروحي في نادي الجزيره، قالوا يعني الفريم بتاعك كده لازم تشوف بقى حته ثانيه، لان طموحاتك مش هتتناسب مع نادي الجزيره خالص. صراحه كانت نقله قويه جدا، ورحنا الاهلي وكانت الانفتاحه او الانفراجه في كل حاجه طبعا.